فهمك لكيفية تداخل العواطف وتشابكها هو الخطوة الأولى لحتى تفهم عواطف ومشاعر طفلك. أي مشاعر كان عم يحملها طفلك، سلبية أو إيجابية، ضروري نحن نفهمها لحتى هو يطلعها بالطريقة الصحيحة. صحيح. اليوم رح نحكي تحديدا عن كيفية إدارة مشاعر الأطفال، يعني ممكن البعض يشوف أنه هو موضوع لا يستحق، أنه طفل وخلص ممكن يتحايل عليه بشوي صغيرة وبتمشي الأمور، ولكن ممكن تترك تبعات نفسية وآثار سلبية عديدة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا داخل الاستوديو، طبعا الاستشارية الأسرية والنفسية هبة كمال عرنوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك هبة معنا لليوم. بداية، شو أكثر المشاعر اللي بتتحكم بالطفل؟ تماما. هلا احنا عندنا المشاعر عند الطفل من عمر 4 ل6 سنين، هو بيكون بهي المرحله عم يتعرف على المشاعر الرئيسيه الاربعه اللي هن السعاده، الغضب، الخوف، الحزن. هدول المشاعر الاربعه الاساسيين اللي هن موجودين عنده للطفل، بيبدا هو يقيسهم بالمحيط الموجود حواليه. ما في شيء اسمه عنده هذا الطفل بعمر 4 ل6 ما بيعرف يقول او ما بيعرف يعبر انه هو هلا سعيد او هو هلا خايف او هو هلا حزين او هو هلا حتى في عنده مشاعر. ما نحن بنقول حاسس بس ما بعرف شو بني، ما عنده يا هذا الطفل. الطفل بيعرف يسميها. نحن بنساعد الاطفال على تخباية مشاعرهم، نحن بنشتغل على الاطفال كاهل انه نحن ما نخلي المشاعر الحقيقيه يعني تماما تطلع. يعني بنجي بنقول له انه مثلا للولد ما بصير انت تبكي، انت رجال، انت خفيتي له مشاعر الحزن ومنعتيه انه هو يعبر عنها، ولا حتى انه هو يقول شو هي، او انه انا متضايق انا مزعوج، ربطتي له الرجوله عفوا ربطتي له الرجوله بموضوع المشاعر الحزن او مشاعر حتى عنده. اذا كان خايف ممكن هو يبكي. هذا الشيء نحن واجبنا كأهل كثير تنمية هي المشاعر عند طفلي بمواقف، ببطاقات، عن طريق ألعاب شجعه عليها أكثر. يعني أنا فيني أقول له نحن شفنا حدا ذوي احتياجات خاصة، ما فيني أنا خلي ابني أو أنا أورجي ابني أنه ماما حلوة سعادتك، تأكد أنت أنه هو عنده سعادة ولكن سعادتك عن سعادته بتختلف. فينا نحن نظهر شيء من السعادة اللي بتدعمه، شو رأيك؟ هون انا ما منعته من انه يكون حاسس بالسعاده باللعب بالحديقه او بمكان ما، ولكن بنفس الوقت ما خليته يوصل مشاعر اللي نحن هلا عم نعيشها اللي هي التنمر، اللي نحن اساسا في عنا مشاكل بقيادتها ضمن المدارس وضمن البيوت حتى بالمجتمعات ككل. هلا انا بدي ابدا معك من المقدمه اللي حكينا عنها، انه اغلب العائلات او الاهل بيتحايلوا على الطفل، يعني ما يتعلق بمشاعره، بده شيء مثلا انه احنا نتحايل عليه بدون ما نخليه يعبر. انا بدي احكي عن الاثار السلبيه اللي حضرتك هلا ذكرتي واحد منها هي التنمر. تماما. اضافه للتنمر احنا ممكن توصل فينا الامور. تماما. خليني اوصل لك على المشهد الاخير من الموضوع. عندنا رجال غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم لزوجاتهم، بنلاقيهم بحبها بجيب لها غرض، بجيب لها هديه، بس ما بيعرف يقول لها، ما بيعرف يعبر، ما عنده حتى لما مثلا الان هو نفس الشكل وقت يكون خايف، نفس الشكل اذا كان سعيد، نفس الشكل اذا حابب. يعني بنرجع خليت ترجع لموضوع الطفوله. طبعا، وكثير له دور كثير. انا لما بيجي بقول له مثلا انه جلس حالك، طبعا احنا بنعرف مشاعر الحزن بتعطي ارتخاء بالاكتاف، بتعطي في عنا حاله من المخرجات طول الوقت انه جلسوا حالكم فهو. تماما. فالفكره انه في ايماءات بتوصل للطرف الثاني ليقراك صح. فاذا كان هذا الشخص او الطفل ما انه مدرب او ضمن بيئه مدربه، فهو عن جد حيتعرض لكثير مشاكل. في منهم تجي انت عم تقول شد اكتافك، في منهم بيكون بموقف بعزة شادد اكتافه وقاعد وهيك، في منهم بيقول له انت شمتان، انت حاسس عندك مشاعر الشماتة. فنحن معناتها كثير مهم نركز على فكره اني ساعد طفلي حتى يتعلم ايماءات حركات الوش، كيف يقدر يعبر عن مشاعره بالمكان الصح. نحن احيانا في عنا شيء بنفقده عند اطفالنا وبتعليمه لاطفالنا وعم نلاحظه عند الكبار موجودين، اللي هو معايره الوجه. الطفل لما بيكون قاعد بمكان ما بيعرف يعاير الوش لحتى يعرف مناسب يحكي هذا الكلام او لا، خرج يقول هذا الحديث او لا. احيانا ممكن يحكي عن شيء، مشكله ما معينه، ما بتاخذوني ما بتجيبوني، وما بيعرف انه في عنا مثلا ازمه معينه بالمحروقات او الى اخره. فهذا الشيء اللي نحن بدنا نعلم الولد كيف يعاير. ويمكن هي بقى اكثر مشاعر بتسيطر على الطفل هي الغضب.
بنلاقيه يعني يا هيك زادت حاله يعني عيط يعني صرخ يعني يبكي. هي اكثر المشاعر اللي ممكن احنا حتى ما نقدر نسيطر عليها. دائما تترافق بسوء الحمديه هي الحاله. جيبوا لي انه لا بده يروح ولا بده يجي. تماما. ليش؟ يعني هل هو بيكون مثلا شايف هي الحاله من اهله؟ اه تماما. هلا هي الفكره نحن مشاعر الغضب بدايه اول شيء بدي اعترف فيها انه انت طلبت شغله وانا ما جبت لك اياها فانت حقك تعصب. تمام. بدايه اعترف بالمشاعر اللي هي موجوده عنده، ولكن نحن تعال نعمل اتفاق انا وياك. نحن بننتقل دائما لما انا بسمح له انه يعبر، يعني انت حقك تغضب ولكن ما حقك تخرب الاغراض، ما حقك توسخ ثيابك او تنزعها الاشياء الموجوده لانك انت بس مجرد انك انت والله معصب. حقك تغضب ماشي، ولكن تعال نتفق مشان موضوع الى اخره الشراء والى اخره. كثير حلو ركز على الاطفال بتعليم المشاعر حتى طريقه ادارتها وهي النقطه الجوهريه. انا بعمل لهم اياها للاطفال بقول لهم انت هذا عقلك الكامل، هذا اسمه العقل العاطفي وهذا اسمه العقل المنطقي او العقل اللي بده يقودك. فدائما انت هون في مشاعر، في حزن، في سعاده، في قلق، في خوف، هون في غضب. المشاعر دائما نحن عندنا هذا العقل المنطقي بيحضن العقل العاطفي، ما نخلي نحن في مسافه بيناتهم. نحن دائما عم يصير في عندنا هيك، هو عم يحس بالمشاعر العاطفيه وللاسف العقل المنطقي بعيد تماما عن ادارتها. فانا بمثل لهم اياها بهي الطريقه تماما، فلما بشوفه انا عم يغضب او معصب انا ما لغيت له اصبع المشاعر، بس بدغري بيجي بيعمل له هي الحركه فورا لحتى يعرف انه انا فيني عندي طريقة استراتيجية أقدر فيها أعبر عن غضبي بدون ما أقرب على الأدوات، بدون ما أقرب على الأشياء، بدون ما أذي نفسي. في منه نحن بنشوف أولاد بصير بكستر. أنا ما عم بحكي عن نوبات الغضب، نوبات الغضب طريقة علاج معرفي سلوكي إلى جلسات تانية تماما. أنا عم بحكي عن طفل بيغضب بالشكل الطبيعي وبالشكل كشدة وكتكرار مقدور عليه. ولكن الموضوع الأساسي بمشاعر الغضب بالذات أنه أنا لازم أعلم طفلي طرق وتكنيك، وهون نحن بنعلمه بطريقة عجلة المشاعر. بنعرض عليه بعجلة المشاعر 6 أنواع أو 7 أنواع من طريقة التفريغ، إما اللعب بالمعجون، إما المشي والركض، هذا تفريغ طاقة، إما الرسم، إما هدول كلهم بيفرغوا طاقة. حتى صار في عنا نحن هون في شيء اسمه دفاتر التلوين الماندالا اللي أنت بتلوني فيها بتقومي بتحسي أنت ككبيرة بلشتي تفرغي. وقديش مهم أعرف يعني الأهل يعرفوا حالهم إنه هن قادرين يعبروا عن مشاعرهم. تماماً. يعني تخبروا أمه كل يوم أنه هي شو صار معاها بنهارها. تماماً. حسيت هذا الموضوع. مشاعر خوف، قلق، سعادة، حزن، تعبر عنها لحتى هو يعبر. وصلوا كمان كثير هذا الكلام صحيح 100%. مو موضوع إذا أم معناتها لازم أكون دائماً مبتسمة ولازم دائماً أنا أخبي مشاعري على طفلي وما أشعره لابني إنه أنا اليوم طب متضايقة، أنا اليوم ما لو سمحت تتركني عن جد ما أنا قدراني أحكي، بس هيك ارتاح شوي أنا برجع بحكي أنا وياك. هذا الموضوع أنت عم تعلمي تكنيك، لما هو يمر بنفس المرحلة هو حيجي يقول لك اتركيني شوي لحالي. ممكن يشوفك أنت حدا بيفرغ كتابياً، حدا بيحب يمشي، حدا بيحب يروح يلعب جيم، ولكن طريقة التفريغ بس إذا شاف إنه طريقة التفريغ هي عياط، هي تسكير أبواب بقوة، هي في منهم بكسروا، هدول كله هو عمل نمذجة لإلك. وبالتالي نحن صار خلقنا شخص آخر مثيل لهذا الموضوع. في بعض الأهالي ما عندهم هذا النموذج ومع هيك بيطلعوا هيك أطفالهم. طيب. أنا بقول لهم شوفوا الدراما. طيب شوفوا اليوم شو مثلا نحن هلا من العادات السائدة دائما بشوفها عند كثير الأهل ودائما بنحكي عليها ودائما بنوعي منها، موضوع هو مثلا إنه الشاشة أو الموبايل هيك بتعمل تبلد يعني في تجمد بالمشاعر وما طلعت الكلمة طبعا بس هو وصلت الفكرة إنه ما بيتفاعل الطفل، بيصير يعني بيصير مثل حالة من الشرود إنه هو ما عم يتفاعل بمشاعره انه انا خلص هيك ورجل آلي يعني بتحول. تماماً. هي قد بتأثر على هي الحالة. هي المشاعر انت ذكرتني مثل مستشعر الشبع. مستشعر الشبع هن عملوا دراسة ولقوا انه مستشعر الشبع بيتوقف عن اعطاء اشعار لما بتكون انت عم تشاهد وتاكل. تمام. يعني بيكون عم ياكل بزر وبوشار واي شيء من المسليات، لما بيخلص بيقول شو حنتعشى، يعني كانه عنده المستشعر مانه والله انه انا مفجور، لا لسه في وجبه لسه بدها تخلص يعني بدي اديها، لانه مستشعر الشبع هذا الشعور هو مثل ما انت قلت تماما هو تجمد، هو ما عطى
اي احساس انه انا حاجه ما تقدر، لا، لانه هو عم يتابع شيء معين ومركز فيه، وهي ذاتها ممكن يصير عندنا نحن لما عم نشوف مثلا في بعض اليوتيوبرات مصورين فيديوهات عن خطف، عن خطف اولاد، مع انه هو تمثيل يعني هنا نفس العائله، وانه الخطف وانه مدري شو، ما في تفاعل، ما في تفاعل من الطفل اطلاقا. ولكن في شغله واحده، الولد بس نقلتقل له هو مشاعر الخوف، يعني امتى صارت حادثه الخطف؟ صارت ليلا، فهو صار في عنده لو بالخوف بالليل. ولكن احنا ما بنقدر ندرك لانه هو ما عاش هي المشاعر، فنحن خلينا نكون اكثر عن جد فعالين، يعني نشغل هي المشاعر. في لعبه كثير حلوه عند انا كون نحن اليوم اطفال، فنحن شغالين كثير على موضوع الالعاب اللي هي بطاقات المشاعر. ممكن انا اطلع واعمل ايماء معين، او طفل معين يطلع يعمل ايماء بوشه او مشاعر معينه، واطلب من المجموعه تنقي من البوكس تبع المشاعر هذا الشيء اللي انا مثله طفل، مثل غضب، مثل حب. على فكره لما نحن عملنا هي اللعبه على الكبار كتير كان في عنا مشكلة مع الرجال، لا تزعلوا، بطريقة تعبيرهم عن المشاعر، يعني هم سعيدين نفسهم هم حابين نفس الشكل. بس ضروري كتير نعبر عن مشاعرنا وما نكبتها، ممكن هذا الشيء اكيد ياثر علينا بشكل سلبي. بدنا نشكرك هبة، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك طبعا. ضيفتنا اللي كنتي معنا هبة عرنوس، وحضرتك الاستشاريه الاسريه والنفسيه، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير.